لك يا سيدي، لك أنا بجملتي يا ملجئي وراحتي. لك يا سيدي، لك أنا بجملتي يا ملجئي وراحتي. وتعود وتدي جمال عوضا عن الرماد، تغمرنا بشاير فرح تسبيح 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 بدل نواه. وتعود وتدي جمال عوضا عن الرماد، تغمرنا بشاير فرح تسبيح 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 بدل لشعبك صار ترد بسبي النفوس. خلي القفر أنهار ترد بسبي النفوس، خلي القفر أنهار من آلاف السنين من آلاف السنين. وعدك لشعبك صار ترد بسبي النفوس، خلي القفر أنهار ترد بسبي النفوس، خلي القفر أنهار وتعود وتدي جمال عوضا عن الرماد، تغمرنا بشاير فرح بشاير فرح تسبيح 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 بدل النواه. اشفي برحمة القلوب، شدد عزم الضعاف وسنين أكلها الجراد، حتعوض عنها أضعاف سنين أكلها الجراد، حتعوض عنها أضعاف. اشفي برحمة القلوب، شدد عزم الضعاف وسنين أكلها الجراد، حتعوض عنها أضعاف سنين أكلها الجراد، حتعوض عنها أضعاف وتعود وتبكي جمال عوضا عن الرماد.
بدل النوام نورك تشوف العيون يملى الودان وشعبك ينال الوعود يملى قلبه الإيمان شعبك ينال الوعود يملى قلبه الإيمان لوحدكم نورك تشوف العيون صوتك يملى الودان شعبك ينال الوعود يملى قلبه الإيمان شعبك ينال الوعود يملى قلبه الإيمان وتعود وتدي جمال عوضا عن الرماد تغمرنا بشاير فرح تسبيح بدل النواح وتعود وتدي جمال عوضا عن الرماد تغمرنا بشاير فرح تسبيح 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 بدل النواح دايس على عسلك يا عمر ما تروي العطشان مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني انا يسوع مكفيني قلبي بحبه مليان عمر ما تروي العطشة عمر ما تروي العطشة فرحاني بابن الانسان ابن الانسان بدم اشتراني خلاني ملك وسلطان ملك وسلطان انا نفسي ابي فرحاني بابن الانسان ابن الانسان بدم اشتراني خلاني ملك وسلطان ملك وسلطان لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش راح اقبلها لو كاني تعالى عرشك راح بتملكني زمان لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش راح اقبلها لو كاني تعالى عرشك راح بتملكني زمان لا ما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني انا يسوع مكفيني قلبي بحبه مليان دايس على عسلك يا عالم انا بإلهي شبعان مر المي اللي بتعطيها عمر ما تروي عطشان مهما تتزيك بعيوني تبقى
فكرك اتشد قدامك انت غلطان ايوة غلطان مهما تتسيح بعيوني تبقى عريان تبقى عريان واذا فكرك اتشد قدامك انت غلطان انت غلطان ولعلمك انا ما بتشد انا ولا ركابي بترجع مهما كان قلبي غزنا يوم اللي انحنى قدام اللي بيغني الاكوان ولعلمك انا ما بتجود انا ولا ركبي بتركع مهما كان انا قلبي غزنا يوم اللي انحنى قدام اللي بيغني الاكوان مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني حاول تغريني او من مجدك تعطيني انا يسوع كفيني قلبي بحبه مليان دايس على عسلك عمره ما تروي العطشة مر المي اللي بتعطيها عمره ما تروي العطشان مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني انا يسوع مكفيني قلبي بحبه مليان تفضلوا. امين امين. امبارح قلنا ترنيمه جديده كتبها اخونا باسم رشدي ولحنها اخونا بهجت عدلي. وقلت يمكن امبارح الظرف اللي اتكتبت فيه الترنيمه ظرف صعب. انا النهارده كنت بزور اخويا باسم في البيت وشفت اختي نيفين وقعدت معاهم. الفرح اللي في وشهم بالرغم من الظروف الصعبه حاجه. اختي نرمين الفرح اللي في وشهم وانا لما شفتهم يعني حتى تستغرب تقول المفروض الناس دي تكون قاعده بتبكي، المفروض الناس دي تكون قاعده يعني تعبانه. صدقوني شفت ابتسامه في وشهم مش موجودة عند ناس في كامل صحتهم في, في, في أفضل ظروف الحياة. والابتسامة الموجودة على وشهم تخليك تفكر في حاجة، إيه اللي يخلي شخص رغم الضيق ورغم الصعوبة اللي هو معدي فيها يبتسم ويفرح؟ مفيش حل، مفيش حل غير شخص الرب يسوع. ترنيمة اللي هنرنمها دلوقت قلناها مبارح، ترنيمة جديدة لسه ما تسجلتش زي ما قلت لكم، كتبها أخويا باسم رشدي ولحنها اخويا بهجت عدلي. الكلام اللي بيتقال ما تقالش هو واحد قاعد على كرسي حرير، اتكتب والشخص ما بين المطرقه والسندان زي ما بيقولوا، بياكل ضربه من هنا وضربه من هنا، بس كاتب بيقول للرب تخطيطك رائع لحياتنا ولا يمكن ابدا تغلط، من كل كلامك الصالح مش ممكن كلمه هتسقط، عارف ايه الافضل لينا، كل حياتنا معاك في امان، حاشا في يوم انك تأذينا، حاشا في يوم انك تأذينا، كل الخيرنا مهما كان، حتى المرض ألقاه، حتى المرض، حتى الضيق، حتى الكانسر، حتى اي حاجة، حتى الموت، حتى اي حاجة، كل الخيرنا مهما كان. من كل كلامك الصالح مش ممكن
يمكن كلمة هتسقط. تخطيطك رائع لحياتنا ولا يمكن أبدا تغنى من كل كلامك الصالح. مش ممكن كلمة هتسقط. عارف ايه الأفضل لينا؟ كل حياتنا معاك في أمان. حاشا في يوم إنك تأذينا. كل الخيرنا مهما كان. عارف ايه الأفضل لينا؟ كل حياتنا معاك في أمان. حاشا في يوم إنك تأذينا. كل الخيرنا مهما كان. كل الخيرنا مهما صالح دايما مهما بيحصل. عارف انت بتعمل ايه. قصدك دايما هو الافضل. ليك الحكمة في امتى وليه. صالح دايما مهما بيحصل. عارف انت بتعمل ايه. قصدك دايما هو الافضل. ليك الحكمة في امتى وليه. ليك في الموت اكتر من مخرج. بتغير اوقات وازمان. وان الجافي حلاوة بتخرج. وحدك لي كل السلطان. ليك في الموت اكتر من مخرج. بتغير اوقات وازمان. وان الجافي حلاوة بتخرج. وحدك لي كل السلطان. وحدك عندك رحمة وخير لولادك. صالح وكتير أمانتك. عينك دايما عاللي خافك. واللي بيترجى مرحمك. عندك رحمة وخير لولادك. صالح وكتير أمانتك. فكرك دايما من ناحيتنا. كله سلام والآخرة رجاء. وبتحملنا في طول سكتنا. عندك لينا يا رب شفاء. فكرك دايما من ناحيتنا. خير وسلام والآخرة رجاء. وبتحملنا في طول سكتنا. عندك لينا يا رب شفاء. عندك لينا يا رب شفاء. في رعايتك تحمل وتصون. وبجدك ترسم ايامنا. مستقبلنا معاك مضمون. انت اله القدرة وملجأ. في رعايتك تحمل وتصون. وبجدك ترسم ايامنا. مستقبلنا معاك مضمون. راسم كل العمر وعارف كل الخير لحياتنا منين. لما بنتعب وحدك شايف. تقدر تسند ما انت معين. راسم كل العمر وعارف كل الخير لحياتنا منين. لما بنتعب وحدك شايف. تقدر تسند ما انت معين. تقدر تسند ما انت معين. أمين. تقدر تسند ما انت معين. اللي اختبر الكلام ده يقدر يقوله. يقدر يقوله بالفم المليان. يقدر يقوله هو مستريح. تقدر تسند ما انت معين.
لو فكرت في الأيام اللي عدت، تفتكر فيهم هو ما كانش حملة كبير؟ تفتكر فيهم عدى وما كانتش نعمته ورحمته جوانا حوالينا فوقينا وتحتينا، ماشية قدامك ماشية وراك، يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. تقول لي يا ما اتصدمت رجلي بحجارة ويا ما تهت ويا ما ضعت. عارف ليه؟ لأنك ماشي في السكة الغلط. لما تمشي في السكة الصح، أي مكان تروح لما أنت تكون تحت مظلة نعمته، لما تكون قدام عينيه، ما هو مش هيبص في الخطية، شايفك آه، بس إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. إزاي أنت عايز تعيش في الخطية وعايز تعيش بعيد عنه وتقول له يا رب احميني؟ أنت عايز الرب بس اللي يلبي لك احتياجاتك. تبقى عارف أنت عايز إيه من الرب؟ عايز بركاته بس مش عايزه، عايز خيره بس مش عايزه. لما تكون عايز الرب، حتى لما تعدي في ظرف صعب تقول له يا رب انا عارف انك انت معايا ووجودك معايا كفايه، ان عشت خير ولا عشت شر في الحياه انا عارف انك انت صالح، وكل عطيه صالحه وكل موهبه كامله هي منحدره من العلا من عند ابو الانوار، ولما يصادفني شر في حياتي مش منك يا رب، حتى لو انت سمحت بيه بس الشر ده مش منك، لانك انت لا تجرب بالشرور، مش هتجربني بالشر يا رب، مش هتضربني بحاجه عشان تاذيني، ولو سمحت ان انا اعدي في حاجه صعبه انت هترفعني انت هتقويني. الترنيمه اللي جايه كتبها اخونا ماهر فايز، ترنيمه جميله. الترنيمه كلها جميله بس البيت اللي شدني فيها كتير، حنانك سيدي وسبني ما بين حمد وتسبيح، وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش. دوب قلبي حنانك سيدي وسبني ما بين حمدي وتسبيح، وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش. ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده، ما فارقنيش ما فارقنيش في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش، ما فارقنيش أبدا أبدا أحسانك ده، ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش. مرة تعبت مرة استنيت مرة تشدد وانا وياك، والمرة التانية ما بعيد ارجع والقاك، ما نسيتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده، ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده، ما في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتني. وما بلاقي النفس انهارت تحت رحالي
اني بطالب وجهك واصرخ ما تسيبنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احزانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احزانك ده ما فارقني من والد تفرح من ام الرحمة شالتني وما سابني واما تحارب وانا في القارب بالموجة وبالريح والخوف وابقى بنازع في هزع رابع تيجي تدافع عني اعيش ما فارقنيش ابدا ابدا احزانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احزانك ده ما فارقنيش من وانا لسه رحم الام الرحمة شالتني وما سابتني دوب قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش دوب قلبي حنانك سيدي وسابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش ما فارقنيش ابدا ابدا احزانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احزانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الام الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احزانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الام الرحمة شالتني وما سابتنيش بنلاقيك وسط المصاعب في المشاكل والمتاعب وقت التجارب بنلاقيك وسط المصاعب في المشاكل والمتاعب في الضيقات ملجأ وقوة تدي منفذ وقت التجارب وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل دور نار ومينا انت يا ربي يسوع وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل دور نار ومينا انت يا رب
علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحييني هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك على كمان تحييني انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحييني مش مستني يا ربي مكافح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وترفعني مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وترفع انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحييني مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي خيانتي وكسر كلامك وياك تجدد عهدي تغمرني في نهر سلامك وتفت فيا بروحك بشهادة المجد جلالك مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي خيانتي وكسر كلامك وياك تجدد تغمرني في نهر سلامك وتفت فيا بشهادة المجد جلا أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني أنا هاتف ليك علشان انت بتحييني هفرح بيك علشان انت بتكفيني أنا هاتف ليك علشان انت بتحييني أمين تفضل لما العطا نتذنب الترنيمة الأخيرة في أثناء لما العطا نقول ترنيمة في ترنيمة مش عارف ليه الرب قادني في الاتجاه ده والترنيمة انطلبت مني قبل الاجتماع بالضبط على طول قبل ما نبدأ بشوية ونادرا ما أقول ترنيمة في الترنيمة دي في نهضة خلاصية لأن الموضوع مش عارف ليه الرب قادني في الاتجاه ده ان انا كنت طول الوقت بتكلم عن الصعوبات والظروف الصعبه اللي بنعدي بيها ومرات بنفتكر انه لما اجي عند العالم سيكون لكم تلاقيه في وقت الضيق زي اختنا نرمين اللي كنا بنتكلم عنها قبل شوي واخونا باسم في وقت الضيق تروح تلاقي الفرح صوت ترنم وهتاف في خيام الصديقين صدقوني رحنا قعدنا زيارة طول الوقت قاعدين بنرنم فرحانين والابتسامة كده على وشها بس الفرق ما بين شخص عنده علاقة شخصية مع الرب يسوع وشخص تاني ما عندوش علاقة شخصية مع الرب يسوع ده بيحتمل الضيق بفرح وده بلوم ربنا على الضيق اللي هو فيه وسط التجارب سوف أحارب فليست مني كفايتي لا هو مش مني أنا لكن بإلهي قوتي قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب مش بقوتك بالنعمة
التجارب سوف أحارب، ورغم ضعفي سأكون غالب. وسط التجارب سوف أحارب، ورغم ضعفي سأكون غالب. فليست مني كفايتي، لكن بإلهي قوتي. قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب. فليست مني كفايتي، لكن بإلهي قوتي. قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب. ربي يسوع علمني كيف ألقي همي، كل همي عندك. أعطش أجوع، لا فرق عندي مدام قلبي يفيض دوما بحبك. ربي يسوع علمني كيف ألقي همي، كل همي عندك. أعطش أجوع، لا فرق عندي مدام قلبي يفيض دوما بحبك. أنت السلام والهنا، أنت كريم في العطاء. أنت السلام والهنا، أنت كريم في العطاء. في الهم أنت للعزاء، ومهما أسألك تجاوب. فليست مني كفايتي، لكن بإلهي قوتي. قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب. فليست مني كفايتي، لكن بإلهي قوتي. قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب. شبابي مثل الطائر، يا مبعدا عني ذنوبي وعيوبي بسفك الدم الطاهر. يا مشفعا بالخير عمري مجددا، شبابي مثل الطائر. يا مبعدا عني ذنوبي وعيوبي بسفك الدم الطاهر. للموت عندك مخارج، للداء أنت معالج. للموت عندك مخارج، للداء أنت معالج. بحبك قلبي هائج، وروحي برؤياك تطالب. فليست مني كفايتي، لكن بإلهي قوتي. قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب. فليست مني كفايتي، لكن بإلهي قوتي. قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب. شكرا رب جدا. شكرا اخونا ايمن. انا عايز اسال المشاهدين، اولا بشكر رب مره تاني وتالت وعاشر لاجل قناه الكرمه اللي دايما بتبث خدمه الطبيب العظيم من اي مكان في العالم. كنا في ايطاليا المره اللي قبل فات، والمره اللي قبلها اللي فاتت على طول كنا في بورتلاند اوريجان،
واحنا في مصر دلوقتي، وبشكر رب لاجل قناة الكرمة. وكان نفسي بجد ان احنا يكون معانا الاخ صامول الصفانوس واختنا منى، لكن يعني هم عندهم ظروف ما قدروش يحضروا. بس عايز اقول لكم الراجل ده عنده ايمان بدا من مطبخ، يمكن اكيد حضرته. انا بنفسي سجلت اول مرة من جراج جنب مطبخ، وكانت منى بتعمل لنا البامية، وانا بسجل وريحة البامية طالعة خالص، وانت عارف انا احب البامية. يعني فعلا الناس دولة، يعني بنقرأ عن هيدسون تايلور، بنقرأ عن ناس اجانب دايما عظماء، لكن احنا بنفتخر جدا بالرب، ونفتخر باخونا صامول الصفانوس واختنا منى. يلا نحييهم، واحنا بنبعت لهم رسالة تحية عبر قناة الكرمة، وهم بيتابعونا. وخدمة امبارح كانت بالكامل ايضا على التلفزيون، وخدمة اول امبارح، وبكرة بنعمة الرب يسوع بنشكر الرب لاجلهم. وانا بتمنى ان احنا نصلي، يعني بتسمعوا عن الدعم، ان القنوات دي محتاجة دعم جديد، لكن انا بشوف اكتر دعم ممكن نقدمه ليهم ان نصلي لاجلهم. امين. وندعمهم بكل الطرق، بس بجد لو انت بتصلي لاجلهم هتحس ان في بركة. انا عايز اسأل سؤال قبل ما اخدم. لو فينا مشاهدين الشرق الاوسط، كل مشاهدين الشرق الاوسط وحضراتكم وانا، لو انت معاك باسبور امريكي او كندي، وعندك ظروفك المادية كويسة هناك، وبالاضافة لكده عندك خدمة ضخمة، وبالاضافة لكده عندك امكانية بمليون دولار يكون عندك كنيسة كبيرة، هتعيش في كندا وامريكا ولا هتعيش في الشرق الاوسط؟ كمل بامانة بقى، عيش فين؟ ناس كتيرة بتتمنى مش باسبور كندي او باسبور امريكي علشان تفك، عايزة فيزا. وقالوا لي اني مش عارف، مش قادر اعرف كام الف، 100,000 مصري بس في كاليفورنيا خلال السنتين الثورة راحوا وما رجعوش. 100,000 مسيحي مصري، اسف، مسيحي مصري في خلال سنتين راحوا كتوا وما رجعوش. كتوا، انا غلط اهو، اللي يقول لك عايز اكت، يا عم الدنيا ولعت انا عايز اكت، ايه حد قاعد قاعد انت ليه ده؟ عندنا واحد بدال ما يروح للغرب ترك الغرب بعد ما هو عنده باسبور ومراته وعياله، ودرس اللاهوت في المانيا، ثم عنده ارساليه كبيره في كندا، راح جاي الشرق يعيش في مصر. تقول عليه ايه ده؟ تقول ايه عليه ده؟ معانا القسيس سامح حنا اللي فعلا بنحبه، من انا شخصيا بحبه من كل قلبي، وعايزين نحييه وعايز يطلع. عايز اسالك سؤال، اطلع. عايز اسالك سؤال، مايك مايك ده. عايز اسالك سؤال يا استاذ سامح، يعني في حد يسيب كندا ويجي؟ يا راجل خليك غير كده، انت ايه؟ طب اعترف لك بحاجه. ايوه، امتياز، امتياز ان الواحد يعيش في مصر. هللويا، بامانه احنا موجودين. طب أنا في احلى مكان في الدنيا، لان مصر في قلب ربنا. طب انا هسالك سؤال، لو عندك فيزا لكندا مش تاخد مراتك وتكت وعيالك؟ مصر، مصر يا جماعه في قلب ربنا، واللي ربنا هيعمله في مصر هيتسمع بيه في العالم كله. يعني انت عايز تقول ان عندك قضيه حسيت بيها جوه قلبك ودعوه انك تعيش في بلدك طب انا احنا مش بندين الناس اللي بتكت، طبعا كل واحد ربنا عيل له حتى ما بالاوقات المعينه وبحدود مسكنهم، ومش بنقول ايه الصح، لكن يعني الناس اللي عندها قضيه هنا رغم الظروف دي قاعده. انا هقول اللي قاعد هنا مش بس عنده قضيه، الناس بتسافر ليه؟ الناس بتسافر عشان بتدور على حياه افضل، ده اللي ماسك في الارض. لكن الكتاب بيقول في بطرس الاولى صح 2 عدد 11، اطلب اليكم ايها الاحباء كغرباء ونزلاء، واحنا ضيوف في الارض دي، فمش فارق احنا عايشين فين، المهم بنبقى في مركز مشيئه ربنا. امين. انا بتذكر ان القسيس سامح موريس، كنا في من سنه ونص كان في احداث تاني في التحرير، وكان هو عنده خدمه في كندا، وكان عندنا بنجهز برنامج، وسمعته بالحرف الواحد بيقول انا مش هروح كندا للخدمه، اعتذرت. قلت له ليه؟ ده الظروف صعبه، سافر كندا. قال لي لا انا ما اقدرش اسافر، لان كون الظروف صعبه في مصر ده يتطلب وجود ناس
يكونوا بيصلوا ناس قادة. ايه رأيك في الفكرة ده؟ انا اؤمن ان الكنيسة في مصر والمؤمنين في مصر ربنا هيستخدمهم يغيروا تاريخ ومستقبل البلد دي. نشيل النور ونشيل الملح، البلد دي تخرب تبوظ. الكنيسة موجودة عشان البلد، الكنيسة موجودة عشان البلد. طيب احنا عايزين نقف كلنا مع بعض ومع الاسيس سامح حنا ناخد وقت في الصلاة لاجل مصر، ولا سيما لاجل احداث اللي في بورسعيد وفي كل القطر المصري في اليومين دولة. انا برجو يا دكتور يا اسيس سامح انك تاخد وقت وتاخد وقتك، هنصلي كلنا معاك. نفسي نرفع قلبنا كلنا. مصر الغالية الجريحة الايام دي ابليس بيخلي المصريين يموتوا مصريين، والكتاب بيقول هذا الجنس اللي بيعمل في الناس لا يخرج الا بالصلاة والصوم. مش كده؟ الايام دي ايام لايدين مرفوعة، ايام لايدين مرفوعة تقول يا رب حامي عن البلد دي، حامي عن البلد دي، وقف ايد عدو الخير يا رب على الناس. ابليس عايز يهلك ويذبح ويسرق، يسرق السلام والامان والسعاده بتاعت الناس، لكن انت جيت تدي حياه افضل. افتح العيون يا رب على معرفتك الايام دي. يعني ارفع ايدك معايا من فضلك كده، كلنا هنصلي بصوت عالي نقول يا رب تعالى لمصر الايام دي، تعالى لمصر الايام دي، تعالى مش بزياره يا رب، عايزينك تمكث في البلد دي يا رب. تعالى يا رب، تعالى حرر الناس من سلطان ابليس يا رب. احنا جايين نقف عن البلد دي قدامك يا رب، يا رب جايين نقول لك مد ايدك للبلد دي، انتشل السفينه بتاعت مصر قبل ما تغرق يا رب. تعالى في بورسعيد الان يا رب، وقف حمامات الدم اللي هناك، وقف حمامات الدم اللي هناك. 36 واحد يا رب، 36 واحد راحوا النهارده، وقف وقف يا رب ايد عدو الخير عن الناس يا رب. اشكرك اشكرك لان جبل الضلال يتفضح يا رب، الناس تتقيأ الضلال يا رب، وتدور على النور وتدور على الحق وتدور على الحياة. مد ايدك يا رب الايام دي، تعالى تعالى للملايين يا رب، تعالى للملايين، تعالى للملايين، تعالى برحمتك، تعالى برحمتك، تعالى بمحبتك، تعالى بصليبك، باعلانات يا رب عنك. اعلن عن نفسك الايام دي في وسط التوهان يا رب، في وسط التوهان اللي الناس تايهة فيه. اعلن عن الصليب دون يا رب، اعلن عن الصليب ده، اعلن عن محبتك يا رب. اعمل ايات وعجائب يا رب، اسمع ايات وعجائب. مد ايدك بالشفاء الايام دي يا رب، للملايين للملايين يا رب. ناس تعبانة يا رب، ما عندهاش رجاء وانت الرجاء يا رب، الناس ما عندهاش امل وانت الامل يا رب. جايين نحط ثقتنا فيك، مش عشان يا رب احنا نعيش بس حياة هادئة مطمئنة، لا يا رب، عشان الكنيسة موجودة عشان الناس اللي بره دول يا رب. نور الكنيسة رب عشان تنور بره، فتصير الأمم في نور الكنيسة رب، والملوك في ضياء إشراقها. اصنع رحمة مع الشعب دوان يا رب، اصنع من مصر آية ليك في العالم يا رب. احنا مصدقينك بكل قلوبنا، اللي جاي تعمله هنا يا رب جديد خالص، اللي جاي تعمله في مصر ده جديد جديد جديد، وهيكتب في التاريخ يا رب. معجزة نقل المقطم دي معجزة كتبت في التاريخ، بس اللي هتعمله الأيام دي هيشهد إنك موجود وإنك حي. إحنا بنشكرك على كل اللي بيجرى ده يا رب، بنقول لك كمل عملك، كمل عملك للآخر يا رب في البلد دي، وأثر الأيام دي يا رب، أثر يا رب. ونادي على الملايين الأيام دي، نادي على أخواتنا يا رب، نادي على أخواتنا، نادي على البعيدين قوي يا رب. انت قلت كده، ليه خراف اخر مش من الحظيرة دي، ينبغي ان اتي بتلك. احنا مستنيين الايام دي يا رب، نشكرك على اللي جم وبنشكرك على اللي جايين، نشكرك عشان فيه يا رب ملايين جاية، ملايين بتدور وجاية. اعلن عن يسوع الايام دي، اعلن عن يسوع، انت القدير يا رب، انت القدير يا رب. للشبكات اللي موجودة في التحرير دلوقتي وفي بورسعيد وفي السويس وفي المحلة وفي الإسماعيلية، يا رب يا رب تعالى تعالى بهدوء على الناس يا رب، وارسل حكمة من السماء يا رب، حكمة حكمة. المسؤولين يا رب عن البلد دي اللي سمحت يا رب حكمتك ان هم يبقوا في المراكز دي، اسكب عليهم من حكمتك وضع مخافتك في قلوبهم، زي ما حطيت مخافتك في قلب القابلتين يا رب فصنعوا مشيئتك، حط مخافتك في قلوب الناس اللي في الحكم يا رب. بدد كل النشورة شريرة بهيمية على البلد دي يا رب، وكل مخطط لأخيتوفل يا رب لا ينجح،
لا تقوم ولا تقوم، لا تكون ولا تقوم. احنا بنشكرك وبنعطيك كل المجد في كنيستك. نفسي نرنم ترنيمة، ينفع؟ شق السماء وانزل إلينا، قول كلمتك الأيام يا رب، واحسم المعركة اللي دايرة دي. كلمة منك، كلمة تشفي وتحسم. تعمل ايه؟ تشفي. عارفين ربنا بكلمة خلق وبكلمة شفاء وبكلمة هيغير تاريخ الشعب دون. امين. خلينا كل النهت في الهتاف دون ونصلي بكل قلوبنا، شق السماء يا رب الأيام دي. في نفس الأجواء دي نواصل التسبيح، ترنيمة كمان مع أخونا أيمن كفروني في نفس الجو الرائع ده. لو مهما كانت صعبة ظروفي راح أغني لك. سمعنا على أنه إحنا مش بنصلي بس لأجل مصر علشان خاطر نعيش حياة هادئة مطمئنة، لكن علشان نكون مغيرين هنا. ترنيمة دي من الكلمات العظيمة فيها جدا اللي بتقول لا الموت ولا المرض بيقدر يحنيني ويكسر لي راسي، ولا الحرب ولا الظروف الصعبة. الناس المؤمنين فعلا زي الأسيس سامح، احنا مش بنجامل إنسان، لكن في ناس بجد بتدور بالبصلة الإلهية، البصلة الإلهية، وتشوف ربنا عايزها فين وتيجي بغض النظر عن الظروف المحيطة. ده الإيمان، ده الإيمان، ودي الحياة اللي بيبقى ليها قيمة. مش مع أسف طبعا ما أقصدش أي حد، لكن مش مع سياسة القطيع، كله بيهاجر أنا هاجر، كله بيجي أنا بيجي. لا، كل واحد كأسرة وكفرد ليه خطة عظيمة عند ربنا، ويقدر فعلا لو هو الخطة الإلهية يرنم الترنيمة دي بكل قلبه. لا الموت ولا المرض ولا الظروف، أنا هغني لك بغض النظر عن الظروف. يلا مع بعض نقول الكلام حلو. لو مهما كانت صعب ظروفي رح أغني لك، لو مهما كانت
ايامي سودة بصلي لك لو مهما كانت صعب ظروفي رح اغني لك لو مهما كانت ايامي سودة بصلي لك رغم الالم والضيق رح ارفع اسمك بالعالي وتوب الحزن العتيق قلعت عشانك يا غالي رغم الالم والضيق رح ارفع اسمك بالعالي وتوب الحزن العتيق قلعت عشانك يا غالي ابدا مش رح يحميني ضعفي وحزني وانيني ابدا مش رح يحميني ضعفي وحزني وانيني ولا رح تشمت في ظروفي لو مهما كانت لو مهما كانت صعب ظروفي رح اغني لك لو مهما كانت ايامي سودة بصلي لك فخري انه بضعفي قوة الهي بتظهر والجبل العالي القدامي على اسمه يدوب ويصغر انا فخري انه بضعفي قوة الهي بتظهر والجبل العالي القدامي على اسمه يدوب ويصغر من انت يا بحر الهايج يسوع بيجي ماشي فوقك من انت يا سور العالي فوقك من انت يا بحر الهايج يسوع بيجي ماشي فوقك من انت يا سور العالي بإلهي بطلع فوقك بإلهي بطلع فوقك ابدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني وانيني ابدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني وانيني ولا رح تشمت في ظروفي لو مهما كانت لو مهما كانت صعب ظروفي رح اغني لك لو مهما كانت ايامي سودة بصلي لك العالم يعرف انه اللي مطمن قلبي لو بقتون النار واقف يا الهي بشوفك جنبي انا بس العالم يعرف انه اللي مطمن قلبي لو بقتون النار واقف يا الهي بشوفك جنبي للموت وللمرض بيقدر يحنيني ويكسر لي راسي عسلامي يسوع بيصغر هو ضامن لخلاصي للموت وللمرض بيقدر يحنيني ويكسر لي راسي عسلامي يسوع بيصغر هو ضامن لخلاصي هو ضامن لخلاصي ابدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني وانيني ابدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني وانيني ولا رح تشمت في ظروفي لو مهما كانت لو مهما كانت صعب ظروفي رح اغني لك لو مهما كانت ايامي سودة بصلي لك لو مهما كانت صعب ظروفي رح اغني لك لو مهما كانت ايامي سودة بصلي رح ارفع اسمك بالعالي وتوب بالحزن العجيب
في حزني وأنيني أبدا وأنيني ولا رح الرب يسوع المسيح هو اللي بيخلينا بس نقدر نفرح بغض النظر عن الظروف، وهو اللي بيخلينا ندوس على العسل. العسل مش لازم مرات يكون نجاسة أو خطية، لكن زي ما سمعنا بالنسبة لأسيس سامح وغيره من الناس اللي عرفوا فكر الرب وما اختاروش الحاجة اللي الناس بتعتبرها أنها عسل، واختاروا في ذهن الناس انه ده الحاجة اللي مش حلوة انه يقعد في البلاد دي وبلاد كلها، ونتكلم سلبيا على بلادنا. هو بس العيشة مع ربنا بإخلاص ومحبة للمسيح هي بس اللي تخليك تدوس على عسل العالم. هقرأ معاكم النهاردة مزمور، أشهر مزمور يمكن مزمور التوبة، يبقى كام ده؟ في أكتر من مزمور توبة بس أشهر مزمور توبة يبقى 51. على قلبي نقرأ المزمور ده واحنا واقفين كلنا مع بعض، وهيكون على الشاشة، بس نقرأ مع بعض مش بس نسمع. يلا نقرأ مع بعض. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المزمور 51 لإمام المغنين، مزمور لداود. يا ريت لو حد يقدر يحط المزمور على الشاشة. حاضر، مين حافظ المزمور؟ هم هيحطوه على الشاشة. مين حافظ المزمور ده على ظهر القلب؟ كثيرين منا، نشكر الرب، بنصليه باستمرار. النهاردة هنتكلم كلام مختصر عنه، والهدف، الهدف بجد أنا ما كانش في ذهني من ربع ساعة أن أتكلم في المزمور ده شاهد الرب يسوع خالص، ولا في ذهني خالص. بس لما رنمنا دايس على عسلك يا عالم، قلت يا ربي أنا كزكريا وكل واحد واحدة فينا يكرهوا الخطية، نفسي تكرهها، هي مضرة جدا. عسل العالم مدمر، يعني أخطر من السرطان والإيد، وحش. يعني احنا يمكن كخدام علشان بنلف البيوت والبلاد بنشوف الخطية دي رهيبة، وانت بتعملها يعني مش حاسس، لكن انت بتحط ايدك في اخطر الامراض مدمرة. نفسي بس اوصل لك الرسالة دي، يعني خلي بالك الخطية رهيبة رهيبة فعلا، مش كلام وعظ، مدمرة في البيوت وللافراد وللعائلات وللدول. نقرأ مع بعض، يلا نقرأ بصوت عالي، يلا مع بعض. ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما، إليك والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية بأمي، ها قد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمة، طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السلج، اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظاما قد سحقتها، استر وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدب أعضدني، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون، نجني من الدماء يا الله يا إله خلاصي، فيسبح لساني برك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى، ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقرهم، احسن برضاك الى صهيون، ابني اسوار اورشليم،
حينئذ تسر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة، حينئذ يصعدون على مذبحك عجولا. وانت واقف دقيقة واحدة صلي لأجل نفسك بس دقيقة، يا رب كرهني في الخطية وحببني فيك، يا رب اكشف لي سواء الوعظ قال او المرنم او محدش قال، اكشف لي خطورة هذا الداء الرهيب، خليني اكرهه بجد يا رب، خليني اكره البعد عنك والخطية بكل اشكالها صغيرة او كبيرة يا رب. كرهني في الغلط، كرهني في اي خطية، لان الخطية دي يا رب بتاعتي هي اللي ذبحتك. مات من أجل خطايانا حسب الكتب. يا رب اتشويت واتذبحت ومت أشر موتة واتقتلت عشاني، عشان الخطية يبقى هي وحشة قوي، خلينا أكرهها النهاردة. يا رب أنت قائد اجتماعنا، أنت الرئيس، أنت الكبير بتاعنا يا رب. يا رب افتح كل قلب أمامك بالروح القدس. يا رب المشاهدين اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم على الشاشات، وأيضا يا رب كل الموجودين في هذه القاعة متكلم وسامعين، تكلم إلينا يا رب. كرهنا في الخطية يا رب، خلينا نترعب منها بجد يا رب. من فضلك الليلة خلي تأثيراتك أيها الطبيب الأعظم قوية في دواخلنا، لأن لك كل المجد. أمين. اتفضلوا أماكنكم. هذا المزمور واحد من أكثر من مزمور توبة، زي مثلا في مزمور 32 ومزامير توبة كتيرة كتبها داود في التوبة بتاعته. أنا في المزمور ده الهدف مش إن أعمل بايبل ستادي لمزمور 51 طبعا، يعني دراسة الكتاب، لكن الهدف الأساسي على قلبي إنه من خلال المزمور ده في كلام قليل علشان نستمتع تاني بالترنيم، وأتمنى كمان الأسيس سامح إنه يشاركنا أنا قلت له يا ريت النهاردة هو اللي يخدم فعلا، لأنه نخدم مع بعض في الطبيب العظيم أكتر من مرة، خدني بالعربية بتاعته ما ننساش أبدا من تورونتو، كان معنا الأخ أيمن كفروني، وعبر بينا الحدود إلى ديترويت ميشيغان وقضى معانا يشاركنا ويساعدنا أسيس سامح حنا في ديترويت، فهو يعني خادم مبارك لخدمة معانا في خدمة الطبيب العظيم من سنين، ربنا يباركه. عايز أكلمك في ثلاث حاجات محددة جدا، والهدف النهائي إن الرب يكرهني من كل خطية بجد. الكلمة الأولى عايز أتكلم عن سقوط الجبار باختصار، ما فيش فينا كبير، ولأن أخويا أيمن بيشرفني الرب إن بنكون مع بعض، شعر راسي بيقولونه إيه؟ أنا شعر راسي أبيض، طب قول للمشاهدين أسود طبعا، لكن كان ممكن شعر راسي يبيض، أسود كان ممكن شعر راسي يبيض، صدقني صدقني لا يعني ما تصدقش. سقوط العظماء لما يكتب إن داود أخطأ وشمشون أخطأ وجدعون بتاع امبارح أخطأ، بس مش في الزنا، لكن مثلا عمل لهم إله يعبدوه وثن، تحس ان خلي بالك في آية جميلة مش بتقول لا يفتخرن من يشد كمن يحل، يعني طالما احنا لسه في البرية احنا غرباء، سمعنا الأسيس سامح في الصلاة، فاحنا ما نقدرش نقول ان وصلنا الا لما نوصل فوق. اقصد ايه ما نقدرش نقول وصلنا؟ ما تقدرش تقول ان انا خلاص بقيت معصوم من الخطية، لا. سقوط الجبار، عايز اتكلم كلمة عن سقوط الجبار، وعايز اتكلم كلمة تانية عن التوبة والانكسار. ناس كتير بتقولوا ايه يعني؟ ايه الخطية يعني؟ ما داود العظيم يا اخي زنى وقتل وربنا سامح، ايه المشكلة يعني؟ لا، تعال شوف، هو مرة في حياته وقع، مرة في حياته كلها، وشوف التوبة والانكسار والدموع. لا تستهين بالخطية أبدا، والتوبة مش معناها كلمتين أجي أقول يا رب ارحمني أنا الخاطي كده، لا، توبة قلب منكسر محطم. عشان كده أنا لا أحكم على أحد، ولكن كتير من المشاهد بتاعة التوبة اللي بنشاهدها هي ليست مشاهد توبة، هي مشاهد احتفالية، يا رب بنرجع لك. التوبة لما تقرأ عنها في الكتاب تلاقيها دايما مرتبطة بالدموع ومرتبطة بانكسار القلب
ومرتبطة بالمسح. زمان كان اليتوب يلبس مسح، يعني حتى ملك يلبس تحته خيش اسود. مرتبطة بالحزن، مرتبطة بالانكسار، مرتبطة بالتضرع، توبة وانكسار. ثم عايز اتكلم كلمة اخيرة عن رجاء باستمرار، انه الله يقدر حينما تتوب عن الخطية وتكرهها. مهما وصلت عزيزي المشاهد، يمكن انت بتشاهدني وانت غارق، معلش اقول تعبير مصري كحة، يمكن الناس اللي من اللهجات العربية التانية مش هتقدر. لو انت غارق لشوشتك، شوشك دي عندك غارق ايه؟ لرعبتك؟ شوشتك اللي هي الديك بيبقى ليه شوشة كده عرف. فلما غارق في الطيق، يعني غارق في الخطية لآخرك، لدينيك، دينيك يعني أذنيك. شوف أنا بتكلم لبناني برضه، أوكي. يعني لو أنت دلوقتي في قمة الخطية والسقوط، لو كرهتها، لو احتميت في صليب المسيح بتوبة حقيقية، في رجاء ليك. باختصار زي ما انا وعدت، عايز اتكلم الكلمة الاولى عن سقوط الجبار في كم نقطة سريعة. النقطة الاولى، الله يراني. والنقطة الثانية، الله بينقل خطيتي. بس النقطة الثالثة في سقوط الجبار، ان الله يجعلني احصد حتى بعد الغفران. صدق ما بتصدقش، تختلف معايا ما تختلفش. الخطية يعني الخطيئة، لأنه في بعض مثلا مشاهدين في نورث أفريكا ما بالخطية لا تستخدم كلمة، لكن الخطيئة مش بس ذنب، لكن الخطيئة بذرة، فكذنب يغفرها الله، خطيئة كبذرة لابد أن تحصد، لأنه مكتوب ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. ده في السقوط الجبار، الله يراني، الله شايفني. تكلمنا امبارح عن الأسرة، جدعون كسر السارية، امبارح تكلمنا، جدعون كسر مذبح البعل، داود ما كانش عنده سارية ومذبح بعله، وكان بيته حلو، بس بنفسه بنى مذابح للنجاسة للأسف. حينما في وقت الحرب، أوريا الحسي الحاش أنا أرجع، لما حاول يذكره، أنا أقول الحرب شغالة وأنا أرجع بيت، مستحيل. داود نايم، الخطية زي الخميرة، داود نايم. بعدين مش عامل سور للسطح بتاعه، السطح حسب السفر في العهد القديم في أسفار موسى الخمسة، أكتر من مرة اعمل سور للسطح حدود عشان ما يشوفش اللي حواليه ولا حد يشوف. يبقى هو كان في الحرب مفروض يطلع، ما طلعش. هو كان بينام كتير، هو كان بيطلع على السطح يتفرج. احنا دلوقتي مش محتاجين نطلع على السطح، لان السطح هو اللي جانا. على السطح في دش صح، او في وصلة نت وايرلس، انا بقول www كذا، السطح كله يجي لان النت على السطح، وهكذا. فهو طلع على بجد، ما هو ابليس رئيس سلطان الهوى، هيجيبها لك. مش المشكله في الخطيه، المشكله انت، هي موجوده باستمرار. يقول الرسول كاتب العبرانيين، الخطيه المحيطه بنا به بسهوله. تعالى يا حضره الرسول في 2013، شوف الخطيه محيطه بالشباب قد ايه. زمان قال ممكن يشوف مجله، لما كنا صغيرين الاقي الولاد الاشراف في الفصل واحنا في ثالثه ثانوي ليهم متجمعين ورا كده، ايه الاقي مجله، ومش مجلة زي الفنانة فلانة صورة والعيال دلوقتي بتاع. شوف يا حبيبي الموبايلات فيها ايه، السطح بيه قريب جدا. انت يا الله تراني، طلع على السطح وشاف، ولما شاف زنا. مش طبعا، لا يعني ما حبش ابدا اتكلم بتفاصيل هذه المشكلة، لكن باختصار شديد قتل الراجل. يعني قتل، حب يجيب جوزها عشان هي بقت حامل، وحب يجيب جوزها اللي هو أوريا عشان يعني الموضوع يستر، وما كانش عندهم حاجة اسمها الدي ان ايه وقتها اللي هو الحامض النووي. ما هو لو حتى راح كده وعملوا حامض نووي يطلع بدعوة داود الواد، فهو ما كانش فيه حامض نووي. قال لك هيعرف منين؟ ربنا عارف. المهم ربنا سامح ان أوريا ينشف دماغه وما يروحش خلاص بقى. انت يا الله تعمل ايه؟ تراني. وباختصار شديد قتله داود. قتل مين؟ وقتله بطريقة غزتني. أنا قريت القصة دي وأنا في أولى أعداد، اتغصت إيه؟
الجواب وأوريا مؤمن أمين جدا ما يقراهوش، وفي الجواب مكتوب أرجو قتل هذا الرجل، جعلوه في الصفوف الأمامية وتراجع عنه. وبقول لكل خدام الرب اللي أنا واحد منهم وكل بيشاهدوني والخادمات، أنتم في الصفوف الأمامية لكن الله لن يتراجع عننا. هاللويا. هنا قال له أنت حطه في الصفوف الأمامية ورجع الشعب قتلوه أوريا. والمهم قال لك الموضوع انتهت، حتى هنتجوزها جوزها مات. قالوا نسان النبي، حتى عنوان المزمور كده، حينما جاء نسان النبي بعدما دخل إلى بالشبع. قال له احكي لك قصة يا جناب جلالة الملك تفضل. قال له في راجل معاه 100 خروف وواحد تاني معاه خروف نعجة، يعني بياخد اللي بيتدفى في الصوف بتاعها وبيعمل لبن يعمل جبنة باللبن وياكل. قال له بعدين قال ضيف جه للراجل اللي معاه 100 خروف يا جلالة الملك، تصور انه ما دبحش ولا خروف من المية بتوعه، هنا الضيف الشهوة، ولا حاجة، راح خد النعجة بتاعت الراجل التاني ودبحها وكلها. شوف دايما على فكرة اذا وجدت انسان سريسي في حكمه اعرف انه واقع في نفس الخطية دايما. يعني يهوذا لما قال على سمارة تتحرق هو كان زاني، نفس الفكرة. حي هو الرب، داود قال حي هو الرب، الراجل يتقتل ما فيهاش قتل دي. يعني انت ما يعني لو في الموضوع خرفان انا خدت خروف واحد ودبحته يرد 4 أضعاف يرد 100 ضعف، لكن يتذبح لا. لكن هو لانه ضميره هايج دايما اللي بتلاقيه بينتقد حاجة معينة بيبقى هو واقع فيها في الغالب، تتقتل الراجل ويرد 4 أضعاف. قال له انت هو الرجل. بص داود فوق قال له هو انت شايفني يا رب؟ انا عايز اقول لكل الراجل وست وشاب وشابة عشان خاطر الرب ما تنساش هذا الامر، ربنا بيكون شايفك وانت في الاوضة الضلمة، في الاوضة الضلمة ومعكش حد خالص، الله شايفك، ربنا واخد باله منك مهما كنت ذكي في اخفاء الامر عن بابا وماما. وان كنت دلوقتي الناس بتعمل خطيه في عز الدور قدام بابا وماما ما حدش بيهمه، بس ربنا شايف. يعني انا عايز اقول لكم ان يوجد شباب وشابات قديسين وقديسات زي يوسف اللي قال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ، لان الله ايه الى الله ربنا شايفني. واكيد مرات في طفار قالت الله حتة الوسن ده شايفك، هي الاله بتاعتها هنا اللي هي امون والحاجات بتوع الكرنك ده الكبش، الكبش ده بيشوف، قال لها ده بتاعك انت الكبش ده، انا ربنا فوق شايف. حكيت في الطبيب العظيم واحكي اكتر من مرة عن شاب رحت اعمل له فرح في احد الولايات الامريكية، شاهد الرب، الراجل مدير بتاعه لبناني يا اخويا ايمن يا رب يكون بيشاهدني دلوقتي في امريكا، قال لي هو ده اللي بيعمل له الفرح بيروح لكم يعني كان في مصر؟ قلت له بيروح الكنيسه. قال لي هو ده انسان ولا ملاك؟ شاهد ربنا على كل اللي بقوله. قلت له يعني ايه انسان ولا ملاك؟ قال لي يعني انتوا شاهد ربنا. قال لي انتوا الشاب اللي شغال عندي اللي هتعملوا الفرح ده شغال معايا، وانتوا لو انتوا زيه يعني انتوا يعني زينا كده؟ قلت له انت يعني بتستهزأ بتسخر يعني؟ قال لا انا مش بسخر انا بتكلم بجد، يعني انتوا كده رجاله يعني يجيلكم مشاعر زينا كده؟ مش عاديين يعني؟ قلت له بتغلط ليه يعني؟ انا مش فاهم. قال اقول لك ايه الشاب ده، انا عندنا طبعا امريكا كل حاجه فيها كاميرات، انت عارف الشارع فيه كاميرات، انا عندي كاميرات كل جزء في البنزينه حط البنزين والمول والحاجات بتاعتي كلها مصورة. قال لي دايما لما يجي شاب مصري بشكل خاص او اي شاب بصوره ارمي له $200 ياخدهم في جيبه اصوره، وبعدين اجيب له بنت كده يصوره في موضع مخل، وبعدين اقول له بص شايف انت لسه جديد في امريكا وادي الصور، يبقى انا ممكن ايه اشكك في البوليس تترحل لبلدك وانت مربوط تشتغل زي الكذا، ولو الساعة ب$10 اديله $3 ولا استعبدته يبوس ايديه.
قال لي الا الشاب بتاعك ده. إلهه هللويا. قلت له هو شايف ربنا ان ربنا شايفه. الله مديله طهارة، مديله تعفف، مديله بيدوس على عسل العالم. هو بيكره الخطية مش بيقع زي كل الناس. الله يراني لكن الله ينقل خطيتي. فلما قال له انت هو الرجل ده بكى داود، قال اعون كل ليلة فراشي بدموعي. فقال له والرب عمل ايه؟ نقل خطيتك. خلي بالك ما قالوش والرب غفر خطيتك مع انه ده حصل، لكن نقلها. نقلها على مين؟ نقلها على المسيح. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طلعه. عزيز الشاب، بنت الشابة، هل تعلم ان الخطية اللي انت عملتها في السر او في العلن اتحطت فوق المسيح وكأنه عملها؟ حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، أي إن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. الله يراني والله ينقل خطيتي لصليب المسيح أو على المصلوب، لكن الثالثة الله يجعلني أحصد. وده تكملة للفكر بتاع الأسرة. أشكر رب، جاتني اخت فاضله وانا داخل مسكت ايدي وقالت لي انا ابني، انت امبارح اتكلمت على الاسر، انا ابني في الخارج في كندا وانا هصلي لاجله، وان عملته الطبيب العظيم السنه الجايه هقول لك ان ابني بقي خادم، هو لسه ما تعبش دلوقتي. لا تقولي لي ازاي يعني؟ قالت لي بالايمان انا بصلي له. شكرا ليك يا اختي، ربنا يباركك. وبقول لكل ام بتشاهدني بتبكي بالدموع وبالدم على اولادها وبناتها، ابن الدموع لن يهلك. دي مش آية لكن عبارة قالها قديس أسقف للقديسة مونيكا أم القديس، ابن الدموع لن يهلك. لكن خلي بالك البيت بعيد عنك أو قريب منك، لما ما تتهدمش السارية والمسبح البيت بيحصد حصاد رهيب. ما يزرعه الإنسان إياه يعمل إيه؟ يا سلام وانت داخل، مش حضرتك طبعا، أنا بتكلم عن اللي بيدخل، اللي داخل على الخطية يقول عنه سليمان مثل الثور إلى الذبح. أنا مش بشتم، ده سليمان قال كده. هو داخل مدفوع بالشهوة، سواء داخل على موقع شرير على الإنترنت وتقول طب وإيه فيها؟ دي ثقافة يا حبيبي. لما مكتوب من نظر إلى امرأة ليشتهيها، أنت بتنظر لإيه؟ أنت بتشوف إيه؟ وأنت داخل، أنت داخل للذبح للنجاسة، وفي حصاد في حياتك قبل جوازك بعد جوازك، وحتى لو زعلتوا مني مرات يكون حتى بعد التوبة والإيمان وبعد ما تتجوز. وما أقدرش أقول أكتر. لا تضلوا، الله لا يسمح عليه. ما يزرعه الإنسان، وداود ده حصد، أيوة حصد، بيته اتخرب بعيد عنك. بعد صمويل الثاني 12 اتخرب البيت، الولاد موتوا بعض، أبشالوم موت أمنون، وأمنون ارتكب الشر مع أخته. ايه الخراب ده؟ أمنون ارتكب الشر مع أخته، وابشالوم قتل امنون، وابشالوم زنى مع المرات اللي مع امه، يعني اللي مع ابوه
10 بصص قدام السطح قال له ربنا انت عملت في القفاء هتعمل فيك في السطح. وابشالوم اتقتل وما سمعناش قصة نصرة إلا نصرة بسيطة ليك يا داود بعد كده. الخطية مريرة، افهم، اوعى يخدعك ابليس. انت يعني بيصيدك ابليس، افهم، عارفك هتزعل مني. واقول كما قال رجال الله اللي سبقوني الوعاظ اني سأدين الخطية بكل قسوة، فإما تتركها يا اما تتركني، انا ما سمعنيش وعظ، مش هتضايق. يا تتحذري من الخطية وتتحذر منها وتترك الخطية تتركني، مش هتجيني تمشيك تسمعني تاني عشان انت بتتضايق من كلامي، بيتعب ضميرك. وانا اعمل لك ايه؟ اقول لك ابليس في اللحظة اللي انت تقع فيها بيبس سمومه زي اسد حية بتلف عليك وتفتقد، وخلاص الشاب يتدمر. وزي خميرة سيجارة، ورا السيجارة تبقى شوية حتة حشيش، ورا حتة الحشيش تلاقي شوية أصدقاء سوء، يبدأ المش عارف البانجو، بعد البانجو في الأقراص اللي هي رهيب نولدي ولا مصلية أبو صليبة، وأقراص الهلوسة والكوكايين والهروين. وشوف الشباب اللي بياخدوا هروين بشوفهم بيدعونا نوعظهم أمام الرب أبكي عليهم. الحية الحية بس تستمع. حتى ابو شبات بيخدموا احيانا في الكنيسه في مدارس الاحد او غيره، صغيرين او كبار، ومجرد ما بيقع تبكي السما عليه ونبكي احنا عليه، حصل لنا اكتئاب. لكن ابليس يرقص رقصه وتبدا المصائب في حياه هذا الخادم والخادمه، لي والبيته ولا نهاية للأشواك والمرار والصرخات والدموع. نتلقى كل يوم مكالمات من عظماء كانوا نجوم سقطوا، وهم رايحين كانوا بيعتقدوا ان الموضوع بسيط وسهل، بعد ما بيصادوا بيحط مناخيرهم في التراب. انا ما عنديش حاجة اقولها الا اني اصلي ان الرب يكرهك في الخطية. انا مش بكلمك عن السماء والجحيم النهاردة، انا بكلمك على السم القاتل اللي بيحطه لك في حتة مخدرات او استلطاف مع بنت علشان تمارس معها النجاسة، او فيديو قذر في فيلم دعارة وعينيك تاخد على البورنوغرافي وتحس انه بقي في اليوم بتقدر تشوف واحد واثنين، وبالتالي بيبقى الجاب المسافة بينك وبين الوقعة الاصلية خلاص لقت، وتلاقي نفسك ليه يا داود؟ ليه يا داود؟ يا داود انت معاك زوجة زي الفل. ليه يا داود عينيك عميت ليه؟ انا عارف انه هيقول لي ابليس بيتنطط وضحك عليا. ايوه ضحك عليك وضحك عليا، بس بمزاجي. ما قدرش ابليس يضحك عليك وانت متسلم تمسك في المسيح وانت راكع عند الصليب وبتقول لربنا انا بتاعك مغسول بدمك عشمان فيك، ما تسيبنيش ولا يقدر يقرب منك يهرب منك. بس انت اللي بتلاعب المخالب بتاعته، بتنام على ركبتين دليلة بمزاجك، والراجل العظيم الشعب القديس النذير شمشون
حط ايديها بعينيه وتطلع بالاوبتيك نيرف بالمقله بتاعته ويعمى ويبقى زي التور في الساقيه. بدا يطحن زي التور. وقالوا هاتوا شمشون يلعب لينا يعني زي القرد. تور وقرد. الراجل العظيم ده بيه تور وقرد. ايوه ما خلاص وقع. ابوس على راسك تكره الخطيه. اتمنى لك تكره الخطيه. خطيه رديئه. لماذا تضع يدك في يد ابليس؟ هو قتال يا اخي قتال. صدق المسيح ما ابتداش ابليس. المسيح قال السارق لا ياتي الا ليسرق ويعمل ايه؟ ويذبح ويهلك، اما انا فقد اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم. اكره الخطيه. سقوط الجبار. لكن التوبه والانكسار مش هتكلم كتير فيها لان وقتي خلاص. سبع صلوات صلاهم، امر عليهم باختصار شديد. سبع طلبات بدموع وبكاء. وعايز اقول لكل اللي بيشاهدني على الشاشات وكل اللي بيتشدق اللي قاعدين، مع كل تقدير لحضراتكم انا احترمك واحبك، لكني ابغض الخطيه جدا وابغض ابليس جدا. اولا لانه عدو المسيح، ثانيا لان المسيح حذرنا من ابليس. ثالثا لاجل الضحايا اليوميه التي نراها، وابليس راح غرز السهم في قلبه. شاب زي الورد، شاب زي الورد، ايه ده؟ وغرز السهم في قلبه وخلاص لا تبقى له قائمه. يقوم وينتهي. اتنفض شمشون، لم يعلم ان الرب ايه؟ خلصت. فاتمنى لك تاخد صلوات التوبه السبعه دي وتبص عليهم. مش هعلق عليهم. اول حاجه طلب الرحمه. اقرا معايا، ارحمني يا الله حسب. ومش هتكلم انا عن الرحمه لانه موضوع الرحمه موضوع طويل، بس هتتذكره في الجحيم ان ما تبتش. اول طلبه طلبها الراجل الغني اللي راح النار، يا ابي ابراهيم اعمل ايه؟ ارحمني، ولا رحمه بعد الموت. تاني طلبه اغسلني. اول امبارح تكلمت عن غسل الارجل، قلت المسيح يغسلنا بالدم ويغسلنا بالماء. وهنا داود يصلي يقول له اغسلني كثيرا. حاجه الثالثه قال له من خطيتي اعمل ايه؟ طهرني. ايه الفرق ما بين الغسيل، الغسل من الخطيه، الخطيئه يعني، وما بين التطهير من الخطيه؟ ايه الفرق؟ يعني مثلا في ايه بتقول الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه، المسيح يغسلنا من خطايانا. وفي ايه ثانيه بتقول دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. الايه الاولى في رؤيا 1:5 والايه الثانيه في يوحنا الاولى 1:7. ايه الفرق ما بين ان دم يسوع يطهرني ودم يسوع يغسلني؟ ايه الفرق؟ الغسيل بتروح وبتبع، التطهير. طيب باختصار شديد يعني، وبعدين نبقى نسمع طبعا كل اراء حقيقيه. الغسيل ترى فيه الخطيه انها قذاره، خطيه تحسسني انا ان انا في مش نظيف، مش عايز اقول كلمه تاني ما تنفعش. بعد ما تقع تحس نفسك مش نظيف وضميرك مش نظيف. المسيح بيعمل ايه؟ الذي حبنا وقد غسلنا من خطايانا. التطهير معناته ان الخطيه مش بس قذاره، لكن الخطيه ايضا وباء زي البرص. البرص ما الكاهن في العهد القديم ما كانش يغسل الشخص من البرص، لكن كان يعمل حاجه اسمها تطهير الابرص. الشريعه تطهير. الخطيه وباء زي الكوليرا، زي وباء بجد. ولما تلاقي بيوت خربانه بعيد عنك مش عايز بقى، انا مش عايز اقلبها حزن، لكن لا الاب واقع والبنت واقعه وباء وباء. يسوع
المسيح بيغسل من الخطية ويسوع المسيح بيعمل ايه كمان؟ بيطهر. يبقى اول طلبة طلب الرحمة، اثنين طلب الغسيل، ثلاثة طلب التطهير، اربعة طلب الفرح. اسمعني سرورا وفرحا، واللي هو قال له بعد كده رد لي بهجة، فعايز يفرح. بعد كده قال له استر وجهك عن خطاياي، وهي دي اسمها في العهد الجديد التبرير، ان الله يراني في المسيح واوجد فيه وليس لي بر الذي من الناموس، بل البر الذي بالايمان، يعني الله يبص لي جوه المسيح فيستر وجهه عن خطاياي. هو المسيح كفاره بيغض. ثم ايضا يصلي ويقول له في النهايه قلبا نقيا اعمل ايه من الاخر، دي الطلبه السابعه والاخيره، انا عايزك تغسلني كلي، انا عايزك قلبا نقيا اعمل ايه، اخلق مش صلح، اولدني من تاني وخلاص. انا بقى دول كم طلبه طلبهم؟ سبعة. بس لما طلبهم الاتيتيود، الوضع اللي كان بيطلب فيه، ذبائح الله هي روح منكسرة. حلو ان نفرح دايما ونتنطط ونهتف للرب، ده شيء جميل، بس في مرات للضحك وقت وللنوح وقت. في اوقات يقول لك الحزن خير من الضحك لانه بكآبة الوجه يصلح القلب، يعني لما تكتئب تبكي على خطاياك ربنا يصلح لك قلبك. ذبائح الله هي الروح منكسرة، القلب المنكسر والمصحق. الله كم مرة بتركع في البيت ولا انت مشغول على طول من الفيسبوك للتويتر للاخبار، والاخبار يعني على طول اخبار. امبارح اخ ايمن كفروني قال لي حكايه، اول يعني اول مره قال لي تعرف الناس دلوقتي الاحداث اللي في مصر اللي صلى عنها الاسيس حنا سامح حنا، قال لي تعرف الاخبار دي رغم انها مأساوية؟ قلت له اه. قال لي الناس بتتسلى بيها، الناس قاعده اخبار يعني في دراما. قلت له ازاي؟ قال لي انا متاكد انه يدعي صاحبه يقول له هات معاك 2 كيلو لب ابيض، وهات معاك وهنشرب شاي ونشوف احداث بورسعيد توصل لايه، وينقل من القناه دي للقناه دي. ويا لا ملوش حق، ولا يا راجل وحيات كسى ومش عارف ايه، اللي يسهر وتاني يوم يشوف في اكشن في استثناء. هو مش فاضي يتوب ولا هي الابليس ممكن ياخدنا دوامه بعيد عن خلاص نفوسنا بالاحداث. هالروح بتبقى منكسره اثناء التوبه، حط على صدرك العشاق قائلا اللهم، قول معايا ارحمني انا، ومرضيش يرفع راسه فوق واظل بره الهيكل، والرب قال ان الشخص ده اتبرر. لكن اختم كلامي، يعني مش لازم تبقى وقعت في النجاسه علشان تحذر الاخرين منها، بس اللي وقع وقام بيبقى عارف اسد داوود اللي وقع في رجاء ليك. ايه الرجاء؟ ان ممكن انت تبقى خادم للمسيح وتبقى مبشر. السامرية اتجوزت 5 مرات وعاشت في الزنا بعد كده، هي نفسها اللي بقت مبشرة وتقول يا ناس تعالوا، ما فيش غير يسوع يروي القلب ويشبع القلب ويضمن لك انك ترتوي وما ترجعش للزنا تاني. يبقى اول بركة ورجاء هو انك هتبقى مبشر او كارث او تحذر الاخرين. تبشير ثم تسبيح. ختم مزموره بتسبيح جميل، بيقول كده فيسبح، افتح شفتي فيخبر فمي به بتسبيحك. انت هتسبح على ما خلاص هسبح واقول دايس على عسلك يا عم، انت زنيت قول لا كنت اعمى والان، ثم اخيرا بدا يبني، ده انت اتهدمت، قال لا ابني اسوار اورشليم. انت لسه عندك امل في موضوع بناء الهيكل. الا انا بعد ما دقت ان الخطيه مره جدا انا هقول لولدي، وفعلا عمل كده بعد كده على فكره، قال لولده سليمان واوعى من الخطيه سليمان يا ابني وابن الهيكل وابني. ثلاثه من اعظم البركات للرجاء باستمرار بس بعد التوبه والانكسار. ايه الثلاث حاجات؟ 1 تبشير، 2 تسبيح، 3 بدأ يبني.
انا خلصت كلامي. بس للاسف ايه للاسف حاسس جوايا اني ما قدرتش. انا بكلمك قدام الرب اخلاص وخلاص هخلص يعني. حاسس اني ما قدرتش احذر الناس ضد الخطيه. بس هعمل ايه طيب؟ مش يعني اعمل ايه؟ انا نفسي اطلع من الشاشه لكل المشاهدين. انا بتكلم قدام الله باحساس نفسي اقوله لك. عايز اطلع من الشاشه كده انط لك اقول لك حاسب حاسب اللي بنشوفه بعد الوقوع يخليك تفكر 100,000 مره عن الحصاد. حاسب حاسب حاسب. مش لذيذ الزنا، مش لذيذ. لذيذ اوله بس بعد كده دمار. المخدرات، الكذب، الشهوه، البيوت الخربانه. حاسب بيعملوا لك فخ، بيسبب لك فخ. بس بفرض قلت انا مش قائع. طبعا من يقول لي يا خزامي ايه الطريقه اني اوصل الحال؟ انت عايز اقول لهم حاسب حاسب من الخطيه مدمره تخرب البيوت وتعريك اقرا تكوين 3. شوف لما ادم اللي في نظرك ان دي خطيه صغيره، ايه يعني مطاعش واكل من الشجر حره وعذاب الضمير والطرد. ايوه تعامل مع الله القدوس. انا للاسف ده اللي قدرت اعمله، لكن باخلاص قلبي بارجو انك تيجي تعمل فحص وكشف النهارده عند الدكتور يسوع المسيح. انت محتاج، انت محتاج ان الدكتور يشوفك. توافق؟ تحب تدخل ببلاش ومن غير ما تنتظر شهرين زي اي الدكاتره؟ هيعملك كات سكاننج، وهيعملك رنين مغناطيسي، وهيعملك التحاليل كلها، وهيديك العلاج ببلاش. بس عارف انت، انت ليه مش موافقه؟ عشان مش عايزه ترجعي له. انت مبسوطه كده، انت حر. دعونا نحن رؤوسنا في الصلاه. قول له يا رب كرهني في الخطيه. يا رب انا شايف الراجل ده نازل يصرخ. يا رب هي ايه الموضوع؟ هو الموضوع فعلا يديك كده يعني دجاج يعني؟ يا رب يمكن يكون صح اللي انا فيه خطر. يا رب يمكن يكون الموضوع محتاج تغيير فعلا. تعالوا نقف مع بعض كلنا اخوة اخوات، وتعالوا نقضي لحظات في الصلاة على ما اخونا ايمن اكيد هيقول لنا ترنيمة بخصوص هذا. نقف كلنا مع بعض. قول يا رب انا راجع ليك يا رب. خلي بالك ان الله يراك. نسان قال له انت الراجل، انا كنت شايفك. تعرف تضحك على كل الناس إلا على ربنا طبعا. الله يراني، وفي رجاء كبير إن الله ينقل خطيتي على الصليب. بس حتى لو نقل الخطية خلي بالك إن الله يجعلني إيه؟ أحصد. مفيش هزار، ما تهزرش مع الخطية. غمض عينك وصلي معانا في الدقايق دي. أنا نفسي إن ربنا يكون وصل لكبير وصغير، وأولهم أنا. مش بارو وحط إيدي وبقول لك أنت، انا اول واحد بتحذر من الخطيه. سقوط الجبار اول كلمه اتكلم. الرب عايز يحذرك ويحذرك. غمض عينك وصلى معايا. قول له يا رب خليني اتحذر دايما دايما يا رب. انت يا رب عارف كل حاجه عني، فهمت فكري من بعيد ومسلكي ومربضي زريت. كرهني في الخطيه، خليني اترعب منها بجد. العالم يقول لك ابعد عن الشر وغني له. انت ما تغنيش خالص ليه، انت تبعد عنه وتترعب. غمض عينك وصلي معانا. تايب انا وندمان توسل الغفران. خاطي انا وغلطان، وبعمري ما رضيتك. سامحني عاللي فات، يا ما مرق اوقات بافكاري والكلمات.
بعرف انا عصيتك تايب انا وندمان بتوسل الغفران خاطي انا وغلطان وبعمري مرضيتك سامحني عني
اللحظات اللي باقية في اجتماعنا خلاص داية وهنغادر هذا المكان، وهطلب من جناب القسيس سامح مرة تاني نصلي لأجلنا بعد دقايق. لكن أنا عايز أقول حاجتين بساط بالنسبة للكاميرا أثناء الصلاة، يعني ياريت شوية تكون على الأخ أيمن أكتر علشان ناخد حرية شوية في الصلاة. الحاجة التانية عايز أقول تنبيه بالصوت اللي جواه، يمكن فينا ناس موضوع الزنا والمخدرات وكل اللي سمعتوه ده ولا حصل في حياته، لكن عايز أقول لك أنت متدين ظاهريا لسه ما اختبرتش أن المسيح غيرك، وده أخطر جدا من الناس اللي هم عاشوا، يعني الناس اللي عاشوا بالخطية على طول دي سهل أنها ترجع لأنه عارف، لكن الناس المتدين اللي بتروح الكنيسة بس لسه قلبها مقفول زي ليدية كان بتصلي كل يوم سبت قلبها مقفول. عشان كده النهاردة أنا هركع في هذا المكان هوجه دعوة مش للزناه ولا لبتوع المخدرات، لا هوجه دعوة للناس اللي تناغم الصوت جواهم على انه عايز يعيش عمره الباقي بيكره الخطية ويخاف منها. واضح الكلام؟ دعوتي النهاردة انك تيجي حتى لو انت مؤمن حقيقي، تيجي تحتمي في الصليب بمعنى تقول له يا رب خليني ابني حياتي الروحية من صلاة من كتاب من كنيسة، خليني اتحذر من العدو الكاسر ده الحي الرهيب اللي عايز يحطمني. يا جماعة احنا مش بنكبر في الخطية، على صدقوني اسأل خدام عشرات المكالمات كل يوم تدمي القلب عن الثمر والحصاد الرديء. احسن زي ما انتوا عارفين افضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، انك تبقى خادم للرب وتبقى فعلا محتمي. عشان كده احنا بنركع في هذا المكان، واطلب من اخويا ايمن الترنيمه اللي رنمناها اول امبارح، وهي اكتر ترنيمه استخدمها الرب معانا في خدمه الطبيب العظيم في ال 11 سنه دول. ترنيمه بتقولها صلاه التوبه في شفتي، واذا انت خايف من الخطيه وبتقول لربنا انا بحتمي فيك والباقي كله ليك، تعالى اركع معايا وصلي في سرك. او في بعض الناس بيقولوا ما بنقدرش نركع علشان رجلينا وجعانه، تعالى اقف. في ناس بيقولوا لا بس انا بتكسف. بتكسف خلاص خليك في مكانك وربنا يسمعك، لكن حلو انك تيجي تحتمي في الصليب، حلو انك تيجي تشاركنا للقسيس سامح هيصلي هيضع ايده وهيصلي معانا مع كل الناس اللي بيقولوا يا رب انا الجبار وقع وانا ممكن اقع، انا جاي لك النهارده. تعالوا يا اخوه، تعالوا يا شباب، يا شباب بشكل خاص، واركع قدام الرب وقول له يا رب انا بحتمي فيك من كل الحصاد والمرار ده. تعالى تعالي، تقدر تقف قدام، تقدر تصلي معانا. في بعض الناس قالوا لي امبارح احنا طلعنا نصلي لاجل اولادنا، ينفع؟ قلت لهم ينفع، ينفع قوي، ينفع جدا، علشان خاطر لما داوود وقع الوقعه السودا دي البيت اتخرب، مش داوود بس اللي حصل، امراته وعياله. عشان كده عايزين نيجي نحتمي عند الصليب. وقت اللي فوق المسيح نزل من السماء للارض، فابليس يقول لك يعني انت في الدور الثاني في البلكونه هتنزل؟ ايوه انزل. ده هو قال لي زكا انزل يا زكا كده، انزل تعالى تعالى صلي معانا في لحظة، تعالى يا بنتي، تعالى يا ابويا، تعالى يا اخويا، تعالى اقضي لحظات مع نفسك باخلاص، قول له يا رب انا بكل انكسار بقول لك احميني من العدو الكاسر ده، وزود كراهية الخطية الليلة بشكل غير كل السنين اللي فاتت، افضح ابليس اللي بيحليلي الخطية قدامي، خليني اعرف ان في العسل ده مليان سم قاتل، ثم رهيب من السم عادي ده، يا ثم رهيب ما اقدرش اقول لك، الروح القدس يقنعك. تعالى اركع معانا، تعالى صلي، تعالى اقف، واحنا بنقول اخواتي اللي فوق انزل تعالى صلي معانا. احيانا الرب يكون عايز يشوف منك، خلي زكا انزل، انك تنزل من فوق الشجره من التدين من المنظره من تعالى خد اكشن، خد اكشن، ليك سنين ما خدتش اي اكشن يا اخي، تعالى تعالى. شفتي وصراخ من عمق الأحشاء يتفجر يتقد لهيبا ينتشر في كل الأرجاء. ينتشر في
من السماء. يا إلهي دعوتك أنجبني برئني واشفني من الداء. إبليس ربطني بقيود وجعلني عبد الأشياء. من مثلك يمنحني فداء. إبليس ربطني بقيود وجعلني عبد الأشياء. بل تكسر شوكته ربي من مثلك يمنحني فداء. 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 واشفني من الداء. يا إلهي دعوتك أنجبني برئني واشفني من الداء. إبليس ربطني بقيود وجعلني عبد الأشياء. فلتكسر شوكته ربي من مثلك يمنحني فداء. إبليس ربطني بقيود وجعلني عبد الأشياء. فلتكسر شوكته ربي من مثلك يمنحني فداء. يمنحني فداء. من مثلك 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 يمنحني فداء. صلاة التوبة في شفتين. تعالوا احنا راكعين في حضرة الرب. اخواتي واخواتي اللي راكعين، بوجه دعوة اخيرة لكل واحد واحدة. بهزر، ما تزعلش مني، انا بتكلم. واخواتي على الشاشات تقدر تركع معانا زي كده، كمان في خطوط كتيرة للتليفون تقدر الارقام الموجودة على الشاشة قدامك اتصل، هتلاقي ناس يصلوا معاك. انا صدقني ما شايف الترنيمة، لكن امام الله قايم اطلب من ايمن كفروني ترنيمه في بريه الفطوري بشكل خاص لعدد الذي يحب غيره كطلبت. نشكر رب لان الفكر واحد اطلب منك. فتعالوا واحنا راكعين نرنم الترنيمه دي، وبعدها مباشره الاسيس سامح هيصلي معانا. بس شايف فينا ناس ممكن تكون، يمكن تكون مستكبر خطيتك على ربنا، تكون تقل خطيتك انك تيجي تركع. وانا مش عارف، يمكن عشان كده منطق الناس النهارده. لا قول احنا مش بنقول اوهام. انا بقى يصلي معانا، بس ارجو ان الرساله تكون وصلت. تعال صلي الوقت ده، انك مش تقف تتفرج عليه. تعال صلي. ام سئمت دربي وخار قلبي، فقمت راجعا مللت بعدي
سئمت دربي فخار قلبي وقمت راجعا في برية الفتور وسط وحشة الظلام في مرارة العذاب تحت علقم الأسهام في برية الفتور وسط وحشة الظلام لك أعود يا ربي بنشيد العودة بدموع التوبة لك أعود يا ربي بنشيد العودة بدموع التوبة عايز اقول لك حاجة قبل ما نكمل. اوعى تفتكر انك جاي كده وخلاص عشان اخونا ايمن والدكتور زكريا هنا. ابدا، انت مدعو باسمك لليلة دي، مدعو باسمك، مش كده، ما تضيعش الفرصة دي. ربنا جاي بيقولك انا بحبك وعايز اريح لك ضميرك اللي بيشتكي عليك وعايز اشفيلك قلبك وجرحك، بس تعالى بتوبة، تعالى لي. نفسي كل اللي راجعين هنا خليكوا راجعين، واللي واقفين لو في يوم من الايام كنت صليت صلاة التوبة واديت حياتك للمسيح وعارف احنا بنعمل ايه، اقعد. ولو عايز تدي حياتك للمسيح النهاردة وتبدأ بداية جديدة من النهاردة، ترمي كل احمالك واسقامك واتعابك وخطاياك وذنوبك عند الصليب ده، خليك واقف مكانك. انا هقول تاني، خلينا نقعد كلنا، اللي واقفين دول اقعدوا اقعدوا، اللي راجعين خليكوا راجعين هنا قدام. اسمعوني في اللي هقوله دون. المسيح ما اتكسفش ان يعلق على الصليب على مسمع ومرأة من الجميع عشان يقول لك كلمة واحدة، انا بحبك وجاي اديك حياة افضل وحياة ابدية. مش كده لما بنقول لك تقف؟ اذا العظيم ده ما اتكسفش، انت ما تتكسفش. هقول النداء ده مرة تاني، لو عايز تدي حياتك للمسيح، لو عايز ضميرك اللي بيشتكي عليك يستريح وقلبك المجروح والنور المكتئب الحنين ربنا يفرحك ويشيل حمل الخطية من عليك، انا عايزك تقف في مكانك. لو النهاردة انت جات في الطلبة دي وهتصليها، خليك واقف، واللي فوق برضو. انت جات دي، انا شايف ان اغلبية الكنيسة وقفت. من النهاردة احنا هنرمي الكل عند الصليب ونقول له رب حياتنا بإيدك، الليلة جايين نحط حياتنا وديعة عندك، انت المسؤول من النهاردة. عايز اقول لك تاخد بالك من حاجة، المسيح ما دفعش اجرة الخطية، لا، ده هو نفسه صار خطية، هو بقى خطية وانا بقيت بار. تخيلوا النهاردة هتخرج من الكنيسة مبرر واسمك مكتوب في سفر الحياة. عشان كده احنا مش هنستهين باللحظة دي، وهناخدها بكل جدية، واحنا هنرنم مع اخونا ايمن وهنصلي بعد شوية. عايز اقول لك حاجة، بعد ما تصلي معايا لما تخرج من المكان ده، اؤكد ليك ان خطاياك طرحها في بحر النسيان لا يعود
يذكرها، وابليس مش ماسك عليك حاجة وتقدر تقول نفس الكلمات اللي قالها المسيح: ليس رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيا شيء. تخرج من النهاردة تقول له: يا ابليس مالكش حاجة عندي، اللي ليك عندي انا رميته في الصليب، هو خده. تصدق زنا، نجاسة، ادمان، ايا كان، يسوع هياخده عنك. حب غيرك طلبت وبحثت عن ربي، صدق الناس قد رجوت، هل ترى يبقى الطريق؟ حب غيرك طلبت وبحثت عن ربي، صدق الناس قد رجوت، هل ترى يبقى الطريق؟ الحب بتصلي صلاة التوبة. لما هتيجي النهاردة عند الصليب، مش بس ضميرك هيستريح وقلبك هيستريح، لكن الكسرة والحفرة اللي انت فيها دي هتتغير، والابتسامة المزيفة دي هتبقى ابتسامة حقيقية، والقلق والإحباط اللي انت عايش فيه وخايف فيه بسبب الظروف وبسبب الخطية اللي زلاك هتتغير، وهتبقى نصرة وقوة جواك، والضعف يصبح قوة، عشان القوي والغالب هيبقى ساكن فيك بالروح القدس. مش هتبقى ملطشة تاني للناس ولا للعالم ولا للخطية. هيديك كده قوة جواك تقول للخطية لا. لما يجي عدو الخير كده يحاربك بهموم ومتاعب وشرور، تقدر تقول له لا لا، قول له سأعيش لك عمري، انا من النهاردة رب هعيش، هكمل بدور على اللي انت عايزه مني، هسلك في مشيئتك، هسلك في طرقك، هسلك في حضورك، أعيش في مركز مشيئتك كل الأيام، في مصر، في كندا، في أمريكا، في الفقر، في الغنى، في المرض، في الصحة، أنا ده اللي عايزه رب. صلي العدد ده مع أخونا أيمن: يا رب سأعيش لك عمري، سأعيش لك عمري، باحثاً عن فكرك لأضيعك اختيارك، أحيا طمع أمرك، سأعيش لك عمري، باحثاً عن فكرك لأضيعك اختيارك، لهذا أرجع.
عايز اقول لك حاجة برضو مهمة قوي. ابليس بيشتكي على بعض الناس دلوقتي، ده انت اللي عملته وحش قوي ومش هتنساه، وهفضل اجيبه قدام عينك، ويمكن ناس مستقطرة على نفسها انها تيجي للمسيح. قول انا ما استاهلش، هو بيقول لك انت تستاهل، الصليب ده بيقول لك انت تستاهل. خلي بالك بيقول كده، قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. مش موجودة، مش كاتبها في دفتر وقافل عليها بيطلعها لك بعد سنة واثنين وثلاثة. اللي هنتوب عنه دلوقتي اتمحى اتمحى، مش موجود وهيطلع لك لما تعمل خطية تانية. لا ده خلاص. فلما يجي ابليس يقول لك انت نجس وانت زاني وانت حرامي وانت ما، قل له قد محى قد محى، مش موجودة. لما يجي يدور عليها مش موجودة، ما يعرفش يرجعها، ربنا ما يعرفش يرجعها تاني لانه محاها، ما يعرفش يرجعها تاني. مش كده انا هصلي معاك دلوقتي، قول ورايا الصلاة دي بس بقلبك، مش قول عشان تخدر ضميرك، لا قولها من قلبك الكلمات دي. يعني انا مصدق في محبتك يا رب، انا مصدق في صليبك يا رب، انا مصدق انك خدت مكاني على الصليب، انا جايب كل الخطايا والذنوب والاثام عند صليبك، انا مصدق في دم يسوع اللي يغسلني من كل طهير خطيه ويطهرني من كل اثم. انا بحط حياتي وديعه من ايدك، بقولك انت المسؤول عني من الليله، تملاني بالروح القدس وتقودني وترشدني وتنور قلبي وذهني. يا رب انا بشكرك عشان كل واحد واحده موجودين في الكنيسه يا رب، كل واحد جالك بقلب صادق بتوبه حقيقيه، طرح خطاياه عند صليبك، حط ايدك عليهم بالبركه الليله يا رب، واحد واحد وواحده واحده. احسن لاولادك وبناتك يا رب، اشكرك لانك تكسر كل القيود اللي كانت على حياتهم بسبب دم يسوع. انا بشكرك، بشكرك لان الضمير المتعب هيستريح الليلة، والقلب المجروح يا رب والمكسور والمكتئب والخايف والمحبط هيطمن الليلة يا رب وهيفرح. املى شعبك بالروح القدس الايام دي يعني يا رب، املى الكنيسة بالروح القدس، كل واحد وحدة النهاردة جالك يا رب اعمل فيه عملك، وكمل كمل اللي بدأته الليلة يا رب عم كل الايام ليك كل المجد. من هو إله مثلك يغفر لنا ذنوبنا ويصفح عنا أثامنا؟ من سواك يا يسوع؟ من هو إله مثلك يغفر لنا ذنوبنا ويصفح عنا أثامنا؟ من سواك يا يسوع؟ تعود ترحمنا تدوس أثامنا وتطرح
وتطرح في أعماقي.